قوله عز وجل لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم عزيز عليه ما عنتم هذه الصفة الثانية عزيز عليه ما عنتم عزيز هذه الكلمة تدل على القوة والشدة العين والزاي يدلان على الشدة والمشقة فمعنى عزيز يعني يشق عليه ما الذي يشق عليه ما عنتم حريص عليكم الحرص هو بذل الجهد والطاقة في تحصيل أمر إنسان حريص على شيء يعني هو باذل جهده في توفير هذا الشيء أو في المحافظة عليه ولهذا قال عليه الصلاة والسلام ما من نبي بعثه الله عز وجل إلا كان حقا عليه أن يبين لأمته ما هو خير لهم وأن يحذرهم مما هو شر لهم عزيز عليه ما عنتم يريد ماذا؟ أن يدرأ عنكم المفسدة حريص عليكم يريد أن تحصل لكم المصلحة ومن أعظم المصالح التي تكون للأمة هو المحافظة على التوحيد ومن أعظم المفاسد التي تنزل بالأمة الوقوع في الشرك